حسرني شوقك وارفع الهاية، حسرني شوقك وارفع الهاية، يا أم أبوها الكوثر الغاية، يا أم أبوها الكوثر الغاية، يا طاهرة يا طاهرة وأطهر نساء العالم، يا طاهرة وأطهر نساء العالم، من حوا والحساعة جاية، من حوا والحساعة جاية، حسرني شوقك وارفع الهاية، حسرني شوقك وارفع الهاية، يا أم أبوها الكوثر الغاية، يا أم أبوها الكوثر الغاية، يا عالم وعلمك بحر واسع، يا عالم وعلمك بحر واسع، والذرة وافد ما نشف مايا، والذرة وافد ما نشف مايا، حسرني شوقك وارفع الهاية، حسرني شوقك وارفع الهاية، يا أم أبوها الكوثر الغاية، يا أم أبوها الكوثر الغاية، يا كاملة يا كاملة ومن ربنا تربيتك، يا كاملة ومن ربنا تربيتك، منزل محمد نعم الرباية، منزل محمد المنتج والموزع الوحيد لهذا العمل مؤسسة الخليج الإسلامي. يا بحث يصعب علي درسونه، يا بحث يصعب علي درسونه، ما نوصلش ما زدنا القراية، حسرني شوقك وارفع الهاية، حسرني شوقك وارفع الهاية، يا أم أبوها الكوثر الغاية، يا أم أبوها الكوثر الغاية، يا معجزة وتثبت براهينك، يا معجزة وتثبت براهينك، أنت الدليل ومنتهى الغاية، أنت الدليل ومنتهى الغاية، حسرني شوقك وارفع الهاية، حسرني شوقك وارفع الهاية، يا أم أبوها الكوثر الغاية، يا أم أبوها الكوثر الغاية، من بار نازل لأمر تزويجك، من بار نازل لأمر تزويجك، حيدر كفو به الكفاية، حيدر كفو به الكفاية، حسرني شوقك وارفع الهاية، حسرني شوقك وارفع الهاية، يا أم أبوها الكوثر الغاية، يا أم أبوها الكوثر الغاية، نورك عظيم، نورك عظيم، نورك عظيم، نورك عظيم، نورك عظيم بعظمة هلبيتك، نورك عظيم بعظمة هلبيتك، واثنعش نور الثول ولايا، واثنعش نور الثول ولايا، حسرني شوقك وارفع الهاية، حسرني شوقك وارفع الهاية، يا أم أبوها الكوثر الغاية، يا أم أبوها الكوثر الغاية، خدم روح الفد والعيونك، خدم روح الفد والعيونك، محتاج محشر وصايا، محتاج يوم المحشر وصايا، خدم واروح الفد والعيونك، خدم واروح الفد والعيونك، محتاج يوم المحشر وصايا، محتاج يوم المحشر وصايا، خادم 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 واروح الفد والعيونك، خادم واروح الفد والعيونك،
محتاج يوم المحشر وصايا محتاج يوم المحشر وصايا كسرني شوقك وارفع الراية كسرني شوقك وارفع الراية يا أم أبوها الكوثر الغاية يا أم أبوها الكوثر الغاية كسرني شوقك وارفع الراية كسرني شوقك وارفع الراية يا أم أبوها الكوثر الغاية يا أم أبوها الكوثر الغاية عظيم بعظم هالبيتك نورك عظيم بعظم هالبيتك واثنى عشنور الثول ولايا واثنى عشنور الثول ولايا كسرني شوقك وارفع الهاية كسرني شوقك وارفع الهاية يا أم أبوها الكوثر الغاية